جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي ويصوم عن غيره، يعني كدين على أحد أقربائه كي يقضيه عنهم جزاكم الله خيرا؟ إذا مات الإنسان وعليه صيام واجب من نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان على الصحيح، فلا بأس أن يقضي عنه وليه أو أحد من المسلمين، وذلك ينفعه إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.